مرحبا جوني، وين مكان اليوم؟ بمكان غير كل الأمكنة يلي سبق وزرتها، وهالمكان بالذات مكان مليان صلاة، مليان رجاء، مليان خشوع ومليان محبة. وبهالمكان بواب السماء دائما مفتوحة، مفتوحة إلكن كلكن، كلكن يعني كلكن. يا غافي وعيونك. أبونا، لبنان بحاجة لشو اليوم؟ للصلاة بس. إذا هن برا مش سامعينا أكيد هو سمعنا. سامح وفي الله، هو يعني حسابنا عند الله مش عنا. مرشار بالما تركنا وما حيتركنا هلا اكيد. بركة هالبلد بيرجع بينهار من اول وجديد. بتمنى انه نيوعوا. بقولوا انه مرشار بيحط ايده معنا ويكون بهاللحظه معنا بلبنان، وخلي لبنان يرجع يكون منيح. وبدنا نصلي للسياسيين أكثر ما نصلي لنفسنا، لأنه هن كتير بحاجة للصلاة. ما في غير الصلاة هي بتخلص لبنان. بس لازم ندعم الثورة بالصلاة لخلاص لبنان. So I'm here with my group from Poland just to pray for Lebanon.